صباح التفاؤل، صباح جديد، صباح الخير والعافية عليكم، وصباح مساء. صباح مساء. صباح وانا مساء. على فكرة انت ما حسيتيش حاجة ان انا لابسة الوان الوطن العربي؟ منتمية منتمية معتزة ومنتمية. صباح مساء. عندنا النهاردة فقرات كتيرة، يعني نتمنى انها تحوز اعجاب حضراتكم. خلينا نشوف استعراض سريع لابرز هذه الفقرات. العنف الأسري كيف يؤثر على الأطفال؟ الإسعاف الطائر تنقذ مرضى القلب في هولندا. سعد الدين وهبة على طريق توفيق الحكيم. مهرجان القاهرة السينمائي 2014 سوء تنظيم وغياب نجوم. سلفي يكتب الروايات سراً. تطبيق يسمح بالتعامل مع المحال وهي مغلقة. ورشة سيارات في نيجيريا تحمل اسم برنامج تلفزيوني شهير. بما أنك مستغرقة هذا اليوم في كثير من أنواع الرياضة، بفكر دلوقتي انت عايز تقولي بقى ايه؟ ايش الجديد؟ ايوه ايش الجديد بعد كل البطولات الفظيعه والميداليات اللي ماليه اللي باجر لها شقه جديده عشان احطها فيها؟ بفكر في اليوجا. اليوجا طبعا اليوجا كلنا دايما كنا بنبص لها على انها حاجه كده رفاهيه تكميليه، مش ضروريه، مش او حتى لو عملت تعمل ريلاكس يساعد في الحياه وعلى المدى الطويل على ما تكتسبيها على مدى او حتى في وقتها وبعد كده ترجعي لحالتك العاديه. لكن لا، هنشوف ايش معنى اليوجا الساخنه تحديدا، كيف تقضي على الوزن الزائد، ترفع مستوى التركيز. معنا طبعا موضوع اخر في النصائح والارشادات، غثيان الحمل اثناء العمل كيف ممكن تواجهيه، واشياء اخرى نشوف. تلقى اليوغا الساخنة هذه الأيام رواجا كبيرا بين السيدات رغبة في الوصول إلى الوزن المثالي والاستفادة من فوائدها المتعددة، وهي عبارة عن القيام برياضة اليوغا في درجة حرارة مرتفعة لتساعد على زيادة الإدراك الحسي ورفع مستوى التركيز، بالإضافة إلى خسارة الدهون المتراكمة في الجسم بسبب رفعها معدل ضربات القلب، مما ينشط الدورة الدموية لدرجة كبيرة. ويمكن لشخص يزن حوالي 60 كيلوغراما أن يحرق ما يقرب من 500 سعر حراري خلال ساعه واحده من ممارسه اليوغا الساخنه، مقارنه بحوالي 200 سعر حراري فقط في حال ممارسه اليوغا العاديه. ورغم فوائدها المتعددة إلا أنها يحظر على الحوامل ومصابي الربو أو الحساسية أو ضيق التنفس ممارستها على الإطلاق حتى لا تتسبب لهم في متاعب صحية. تعاني المرأة عادة من الغثيان أثناء الحمل خصوصا في الأشهر الثلاثة الأولى، مما يتسبب لها في الكثير من المتاعب خاصة إذا كانت عاملة، مثل ضعف التركيز وقلة الانتباه. ولمواجهة الغثيان والحد من المشاكل خلال العمل، ينصح الأطباء المرأة الحامل بتقسيم الوجبات اليومية إلى وجبات صغيرة، فالوجبات الكبيرة تحفز الشعور بالغثيان، لذلك ينبغي تجنب الأطعمة الدسمة والفاكهة الحمضية مثل الكيوي والبرتقال. ويعد شاي الزنجبيل وصفة منزلية بسيطة ومفيدة للحد من الغثيان. وبالنسبة إلى الحامل التي تعاني من مشاكل في الدورة الدموية، مع الاهتمام بشرب السوائل بشكل وافر إلى جانب ممارسة الأنشطة الحركية والرياضية بشكل معتدل، ينصح الأطباء بضرورة ملاحظة عيوب الإبصار لدى الأطفال منذ ولادتهم، خاصة إذا كانوا مبتسرين أو في حال انتشار هذه العيوب في نطاق الأسرة، حيث ينبغي للأبوين استشارة طبيب الأطفال إذا لاحظوا أن رضيعهما الذي يبلغ 3 أشهر لا يتتبع الأشياء حوله بعينيه، أو في حال عدم وجود أي تفاعل بصري مع الأشياء التي تبعد عنه بحوالي 30 سنتيمترا. وأن استمرار الحول الأولي بعد إتمام الرضيع 6 أشهر يعد جرس إنذار لما يسمى بالغمش أو كسل العين، وهو يصيب عادة عينا واحدة بالحول أو يضعف نظر عين عن الأخرى، مما يجعل الدماغ يستثني هذه العين الضعيفة من تعلم الإبصار، كما يعد الجحوظ الشديد للعين أو إعتام القرنية ضمن المؤشرات التحذيرية الأخرى التي تستلزم استشارة طبيب على الفور.
كان عندها حق بقى ان اليوجا فعلا تاثيرها رائع رائع. بس تكير الناس اللي زي ما قالوا الحوامل او اللي عندهم مشاكل في التنفس ما يمارسوهاش لانه ممكن تعمل لهم مشاكل. بس لا اليوجا الساخنه بس الساخنه تحديدا مش اليوجا العاديه طبعا. اعتقد كمان اليوجا ممكن تفيد كتير في مشكلاتنا زي العنف الاسري، ممكن تهدي ايقاع الحياه عموما يعني فعلا. خلي الناس كده ايه تاخد المساله بشكل ريلاكس اكتر. والمشكله سينار انه العنف الاسري اصبح منتشر بشكل مرعب بشكل مخيف بين اوساط الاسر العربيه واوساط كل الاسر، مش هنحددها على المنطقه العربيه بحد ذاتها، لكن لما بنتكلم مش بنتكلم على العنف تجاه الابناء فقط وانما قد يكون من الرجل للمراه او من المراه لاولادها او من المراه على الرجل. تعرف انها دايره؟ طبعا كل واحد بيتعرض لعنف فبيمارسها على اللي اقل منه اللي اقل كده. كنا عاملينها كده زي دوره حياه العنف الاسري. وطبعا زي ما انت بتقولي موجوده في كل المجتمعات لكن مفيش دراسه دقيقه لانه من الحاجات من الموضوعات اللي محدش بيتكلم فيها كتير. صعب جدا تلاقي طفل مثلا هيروح يشتكي اهله مش زي المجتمعات الغربيه. صعب ان امراه تتكلم طبعا. وحتى لو اتكلمت ممكن تلاقي المحيطين بيها بيقولوا لها ما عادي ما كل البيوت كده ما الدنيا عادي ما فيش مشاكل. فبيكون صعب جدا ان هي ان الناس تعترف بالعنف الاسري. عشان كده فعلا مفيش دراسات دقيقه. خلينا نشوف يعني ملامح هذا الموضوع وازاي فعلا ممكن نكشف عنه النقاب وازاي ممكن نعالجه في مجتمعاتنا، لكن بعد هذا التقرير. نظمت مصلحة الطب الشرعي المصري مؤتمرها السنوي الخامس على التوالي تحت عنوان العنف الأسري وطرق منعه بالتعاون مع معهد الطب الشرعي بجامعة هامبورغ بألمانيا. ناقش المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام ظاهرة العنف الأسري وأنواعه وأسبابه وطرق علاجه، وشارك فيه عدد كبير من الأطباء وأساتذة الجامعات في مصر والعالم. الأسرة دلوقتي بقى بيحصل جواها مظاهر العنف سواء كان جسدي أو نفسي، وده كان بيبدأ يظهر في شكل تصرفات سلبية من الأعضاء الأسر تجاه نفسهم واتجاه الناس اللي حواليهم من المجتمع. فإحنا المفروض إن إحنا في المؤتمر هنا بنفوكس بنركز على القضية دي وبنشوف إيه مسبباتها وبنحاول إن إحنا نوجد لها علاجات أو مخارج عشان المجتمع كله بيتأثر بيها. المؤتمر سمح لطلاب كليات الطب بعمل أبحاث ميدانية حول العنف الأسري مما سمح لهم بتبادل الخبرات. الطلبة مشاركين صراحة يعني بطرق متعددة. اولا اللي ماسك التنظيم المؤتمر هم طلبه جامعه الام ار اس، وفي ناس كتير هتبقى من السبيكرز متحدثين طلبه مش بس الدكاتره، والاتندنت في ناس كتير حضور طلبه فهم بيستفيدوا من الثلاث حاجات دول. المؤتمر جاء نتيجة ارتفاع معدل العنف الأسري في مصر وما له من جوانب سلبية على الاقتصاد المصري وكذلك على الحالة الأمنية، واستعرض أيضا مدى عمق هذه المشكلة في معظم دول العالم. عمرو أبو جبل، الغد العربي. شيء مفزع فعلا انه يصل العنف الى حد القتل، قتل كمان الاطفال اللي ما لهمش ذنب. يمكن العنف لما يكون ما بين ناس كبار ممكن نقول فعلا ان ليه مبرر، حد استفز حد، حد اذى حد الى لهذا لهذه الدرجه، وان كنا طبعا لا نبرر القتل، لكن انه يكون الضحيه طفل بريء يعني اعتقد فعلا المساله مفزعه ومحتاجه فعلا وقفه. معنا للحديث حول هذا الموضوع دكتوره اماني عبد الفتاح مدرس بقسم الطب الشرعي بجامعه القاهره. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. صباح الخير والعافيه عليك. صباح الخير عليك. لو تطرقنا الى الموضوع بشكل اشمل واوسع لا نتحدث عن المنطقه العربيه فقط وانما بشكل شامل، العنف له اوجه كثيره اذا كانت جسديه او نفسيه، لكن مصطلح العنف متى نستطيع اطلاقه انه عنف اسري؟ طيب مبدئيا العنف الاسري اخر احصائيه لليونايتد نيشنز او الامم المتحده سنه 2002 لقوا ان تقريبا 1.6 مليون نسمه قتلوا نتيجه للعنف الاسري. ودي الحقيقه رقم يخض جدا طبعا. اذا كان العنف الاسري كده الحروب كم كم تتخلف؟ 2002. لا ومش بس كده انه دول ضحايا العنف الاسري اللي وصلوا لحد القتل اللي هو اللي فعلا خلاص اللي بلغوا. ففي درجات تانية برضه درجات طبعا مخيفة ومخيفة ومش موجودة. هو حكاية العنف الأسري ده طبعا ده موضوع كبير قوي لحاجات أشمل تحتيه. إيه هم بيشمل إيه؟ بيشمل العنف ضد المرأة تمام بجميع أشكالها وخاصة قضية التحرش اللي إحنا دلوقتي بنعانيها للأسف أعتقد مش بس في مصر في جميع الدول العربية. لا بس التحرش ما يقعش في نطاق
نطاق العنف الأسري. لا يقع في نطاق العنف الأسري، يشمل العنف ضد المرأة ويندرج تحت العنف ضد المرأة ده كافة أنواع العنف، بدءا حتى من العنف اللفظي والمعاكسة لغاية التحرش. لا الأسري اللي هو بيقع في نطاق الأسرة، اللي هو بيقع في من شخص ليه سلطة على شخص في نطاق معين اللي هو الأسرة. طب حياتك ما ممكن التحرش ده يحصل من حد داخل الأسرة، زي ما هقول لحضرتك دلوقتي كمان شوية على نتائج عندنا الاغتصاب، كان النتائج بتاعتها يعني زي المحارم و زنا المحارم أو علاقات المحارم. يشمل العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله وخاصة أطفال الشوارع، لأنه طبعا أنا بسميها دي القنبلة الموقوتة لمصر الحقيقة القادمة. يشمل العنف ضد كبار السن طبعا، اللي بيشمل سوء المعاملة لكبار السن وعدم وجود معاشات كافية تقضي التأمين الصحي بتاعهم، أو طردهم في أماكن يا الشارع يا أو سوء معاملتهم حتى في دار المسنين، يا إما على مستوى الأقارب يا إما على مستوى حتى الناس اللي قايمين على رعايتهم في دار المسنين. يشمل العنف ضد المعاقين، والعنف الأسري ده عبارة عن موضوع كبير قوي يندرج تحتيه مواضيع كتيرة قوي بكافة أنواع العنف. يندرج تحتيه حتى العنف ضد الرجل، يعني احنا يمكن نستغرب هل في عنف ضد الرجل؟ الحقيقه في عنف ضد الرجل، من المراه ضد الرجل، من المجتمع ضد الرجل اي طبعا كان. اعتقد ان المجتمع المصري ما فيهوش ظاهره العنف ضد الرجل ده بحاجه كبيره او ببين قوي. يمكن اللي واضحه قوي هو العنف ضد المراه، ضد المراه. ودليل على كده انه احنا اخر احصائيه، ودي برده كان بالنسبه لنا الحقيقه رقم احصائي مخيف، 99% من النساء المصريات تعرضوا للعنف على الأقل مرة واحدة في حياته بأي نوع من أشكاله. 99% دي حضرتك نسبة كبيرة جدا طبعا، إذا كان جسدي، إذا كان نفسي، إذا كان لفظي. بالضبط. بس هي درجات طبعا بتختلف من المجتمع للمجتمع. يعني اللي ممكن نعتبره إحنا هنا عندنا عنف، ممكن يكون في مجتمعات تانية المعاملة الطبيعية اللي هي صباح الخير. يعني ممكن حاجات تبقى في مجتمعات غربية بيعتبروها عنف، احنا من هنا بنعتبرها حاجة عادية جدا. لا هو الحقيقة لو يعني التكشيرة ممكن نعتبرها في مجتمعات غربية عنف، وهي الحقيقة هنا يعني هو الحقيقة الديفينيشن او التعريف للعنف، لا هو واحد في جميع انحاء العالم. كون حضرتك الست هنا بتقبل انه يتكشر في وشها او انه يتقال لها كلمة وحشة فتقبل وترضخ وما تعبرش عن استيائها، مش معناه انه عنف. لا هي معناها انها بتعرض لعنف، ولكن هي ما عندهاش الجرأة او الشجاعة انها تقول ان انا لا والله انا كفاية عنف كده، او انا مستاءة من التصرف ده، او مستاءة من اللفظ ده. حياتك عارفة انه حتى المعاكسة في الشارع بكلمة بس بس ده عنف، ده تحرش، وممكن لانه فرض نفسه على خصوصيتها، يعني ما احترمش المساحه بتاعتها. بالظبط كده. هي بالظبط احنا عندنا المفروض ان كل شخص ليه مساحه شخصيه. صح. انك تتعدى حدودك او تتعدى مساحتك الشخصيه دي، ده بالنسبه لي عنف طبعاً. لو انا ما قبلتوش، هو ايه العنف؟ العنف هو اي نوع من انواع العنف اللفظي او الجسدي او الجنسي او النفسي، بحيث ان انا لا ارضى عنه. فلو الست ما قبلتش المعاكسه في الشارع مثلا، حد قال لها يا قمر، فممكن الناس تقول لك ده بيعاكسها، بيقول يا قمر. لو الست مش حابه تسمع يا قمر طبعا، مش حابه تسمع الكلمه دي، انت اقترفت بحرمتي وخصوصيتي. ده عنف طبعا وبمنتهى العنف. هناخد فاصل. اتفضلي. بعد الفاصل، طائره من دون طيار لاسعاف مرضى القلب في هولندا. ما زالت معنا دكتورة أماني، وكنت من شوية هعمل سيناريو خلاص الآن. محضر رسمي. محضر رسمي صح؟ الاسم جنبنا. ممنوع البسبسة خلاص. هنبنى دكتورة أماني، احنا بنواجه مشكلة أكبر يمكن، وللأسف الشديد فعلا زي ما أشرتي أنها قنبلة موقوتة. العنف الأسري يؤدي إلى تشرد الأطفال وإلى الإتجار بهم وإلى الإتجار بالأعضاء وغيرها وغيرها. هي قضية كبيرة، حتى أنا لما سألت فيها دكتورة عزة عشماوي المسؤولة عن ملف الأمومة والطفولة وملف الإتجار بالبشر، فاجأتني بمعلومة، قالت لي أنه هي فعلا قضية أمن قومي. الحقيقة أنا بقول أن القنبلة احنا مسميها كده في الطب القنبلة القادمة الموقوتة لمصر، وليست لمصر فقط، للدول العربية كل كلها. مجتمعاتنا العربية بتعاني منها. أطفال الشوارع دي مشكلة قوية جدا طبعا. طبعا هي أحد أسباب أو أحد نتائج نتائج العنف الأسري. واحنا كان لينا ابحاث في المؤتمر على العنف ضد الاطفال بجميع اشكاله، والطلبه بتوعنا الحقيقه صوروا مع اطفال الشوارع. والحقيقه الفيديو اللي كانوا صورينه يمكن اجيبه لكم ان شاء الله باذن الله في حلقه جايه ان شاء الله. عايز اقول لحضرتك ان كل امنياتهم في الحياه مكان يناموا فيه، عايزين اكل كويس ياكلوه، عايزين حنان عليهم. يعني متطلباتهم هي ادنى متطلبات الحياه الادميه لاي انسان، ولكن لان هم إيه اللي ممكن يدفع الطفل ان هو يستشعر ان الشارع هيكون اكثر حنانا عليه من البيت، من البيت من امه وابوه. ايه الحد اللي ممكن يوصل طفل ان هو يعني تخيلي حضرتك بيت اولا ما فيهوش اب، في مراه معيله،
المرأة اللي تصرف على البيت كله مش قادرة تكفي ولادها، فالطفل بيضطر يعني يروح الشارع عشان يكسب لقمة عيشه. تخيلي حضرتك انه في بيت في الأب والأم كل يوم بيتخانقوا وكل يوم بيضربوا بعض، مش بس بيضربوا بعض بيضربوا الأطفال. فالطفل هو ملجأه الوحيد هو الشارع، هو هيهرب إلى فين؟ يعني هو هيهرب لفين؟ إلى الشارع. فهو العنف الأسري الحقيقة بيسموها حلقة مفرغة، لأنه العنف الأسري يؤدي لأطفال الشوارع، والأطفال الشوارع دي مشكلة. العنف الأسري يؤدي إلى ارتفاع معدلات الطلاق، يؤدي إلى ارتفاع معدلات فعلا هروب الأطفال والأبناء من البيوت، يؤدي إلى أحيانا إلى عاهات مستديمة، يؤدي إلى مشكلة طبعًا. يعني هو ملمس مع قطاعات كتير في المجتمع طبعا. وحياتك يندرج تحت العنف الأسري العنف الزوجي. العنف الزوجي إنه إن الست والراجل بيتعتدوا على بعض بأي طريقة من طرق الاعتداء، سواء كانت اللفظية. وثيقة الجواز مش معنى إن إحنا جوزنا إن دي وثيقة أبدية تمنح تسمح لك أو تسمح لي تهني بأي طريقة من الطرق أو أهينه بأي طريقة من الطرق. بالعكس، ده مودة ورحمة حسب ما الإسلام قال. فإذا حضرتك إنه العنف الزوجي، إنه الإنسان إنه إن الزوج والزوجة يعتدوا على بعض، سواء كان باللفظ، سواء كان بالإهانة، سواء كان اللي هو حتى بالتكشيرة اللي حكيتيها، التكشيرة ده عنف، لأنه ده في بيسموها نيكلاكت أو بيسموها الإهمال، إن أنت مهملني. التجاهل. التجاهل مش التكشيره ده، يعني اللي قبل التكشيره كمان التجاهل. والتكشيره ده كل ده انواع من انواع العنف الاسري اللي بينتج عنه الحقيقه اسره مشوهه. طب مطلوب أطفال من المجتمعات بتاعتنا ايه مطلوب منها؟ يعني احنا ساعات بنقولها على سبيل التندر كده والضحك، انه في المجتمعات بره لو كشرت في وش ابنك ولا زعقت له ممكن الطفل يتاخد منك خالص، يعتبرك اب غير صالح او اسره غير صالحه. انه المدارس بيروحوا يوم الاثنين بدايه الاسبوع يسالوا الولاد اتعمل معاهم ايه في الويكند. فلو طفل اشتكى، يعني اعرف واحده صاحبتي عايشه بره بتقول لي طول الاسبوع ممكن اعمل اللي انا عايزاه او طول الاسبوع اظبط التعامل ما هذا يوم الحد لازم اكون ايه مرضيه طفلي. هو حضرتك احنا عملنا فعلا ده ممكن يتعمل في المجتمعات بتاعتنا مقبول؟ طبعا احنا حضرتك عملنا الحقيقه، مش لسه هيتعمل، هو اتعمل في المؤتمر برضو. الطلاب احنا عندنا الحقيقه طلاب القصر العيني في المؤتمر بتاعنا، كان طلاب القصر العيني اول مره مع طلاب عين شمس، مع طلاب الازهر، مع طلاب جامعه اسكندريه، مع طلاب المنوفيه. بسم الله ما شاء الله، كان اكبر تجمع للطلاب على مستوى اعتقد القاهره السنه دي في المؤتمر. عملوا ابحاث على العنف الاسري من وجهه نظرهم. احنا يهمنا جدا مشاركه الطلبه طبعا، لان دول اللي هيبقوا ان شاء الله وزراء في المستقبل، فلازم عندهم وجهه نظر. فالحقيقه من ضمن الابحاث كان بحث على العنف ضد الاطفال، نزلوا مدرسه ابتدائي واعدادي وعملوا فيها استبيان، سألوا الأطفال تعرف يعني إيه العنف ضد الأطفال؟ طيب باباك بيضربك؟ طيب مامتك بتضربك؟ طب بتحس بإيه؟ بتحس بالعزلة؟ بتحس إن أنت مهان؟ عايز أقول لحضرتك إنه نسبة جديدة من الأطفال للأسف نتائج هذا البحث إنهم بيتعرضوا للعنف، إن هم حاسين بالقهر، حاسين بالعزلة، ودي نتائج الحقيقة كانت صدمة بالنسبة لنا. جميل، النتيجة هيطلع جميل بس النتيجة غير مقبولة، إنه لو جبنا الأب أو الأم حاولنا نتعامل معاهم لن يقبلوا بأي حال من الأحوال المساس بطريقة تربيتهم بأولادهم، وهيعتبروا إن ده بالعكس تعدي على حقي، وإن أنتوا كده بتفتحوا عين الولاد على حاجات أنا بحاول أقومه بطريقتي. طيب هو ده بقى دور حضرتك ودوري، ده دور الإعلام ودور الطب. دور الإعلام إن إحنا عايزين نزيد توعية الناس يا جماعة العنف الأسري بالضبط. أصبح الحقيقة مش حاجة صغيرة أو مش حاجة نقدر نخبي يعني عينينا عنها أو نكتنها في الرمل. نقدر نقول إنها أسلوب حياة. عايزين نقول إنه بقى في عنف ضد الأطفال، ولازم ننبه الأبهات والأمهات إنه إزاي يعاملوا أولادهم. عايزين نقول إن بقى في عنف زوجي، وإزاي إن الزوجات والأزواج الحقيقة يقدروا يعاملوا بعض بطريقة كويسة عشان ينشئوا أسرة كويسة. وإحنا الحقيقة عملنا حملة توعية برضو على هامش المؤتمر، عملناها في نادي أعضاء هيئة التدريس، عملناها لأعضاء هيئة جامعة القاهرة. جميل. الطلبة نزلوا ووزعوا على الأعضاء عبارة عن فلايرز وبروشورز على العنف الأسري، وكان كل التيم أو كل مجموعة تسأل العضو ده سؤال واحد على الموضوع بتاعها. حياتك تعرف إنه مثلا العنف الزوجي ده بيؤدي لأعلى نسبة طلاق على مستوى مصر؟ صح. ميرسي جدا، وده بس عبارة عن فلاير أو برشور عن العنف. فالحقيقة لو وجدنا استجابة جميلة برضو، دي كان بالنسبة لنا حاجة مفرحة جدا من نادي، إن هم نادي أعضاء التدريس، إن هم بدأوا والله طب إحنا عايزين نعرف أكتر، طب لو عندكم ورق أكتر، طب فين المؤتمر؟ إذا إحنا ده دور حضرتك ودوري إن إحنا نزود توعية الناس. لكن ما زالت هناك جهة ناقصة طبعا. لن أتحدث عن مجتمع يكثر فيها العنف بشتى أشكاله،
وأحاسب من يطرد ابنه من البيت عشان ينزل يشتغل، وأحاسب الأم المعيلة على أنها تنزل أولادها ينزلوا يشتغلوا، وأنا الإرادة السياسية مش عندي. الحقيقة بينقصنا، وده اللي احنا الحقيقة ده كانت توصية بتاعت المؤتمر السنة دي، إن احنا عايزين يا جماعة تفعيل اللي احنا بنقوله. تفعيل يعني قوانين طبعا، يعني حضرتك لازم المتهم بالتحرش أو المتهم بالعنف الأسري يحاسب عشان يكون عبرة لغيره. لكن ما ينفعش إن احنا نفضل، طبعا التوعية مهمة جدا والإعلام دور مهم جدا إن هو يسلط الضوء على التوعية وعلى أنواع العنف الأسري، لكن ينقصنا فعلا تفعيل القوانين، ينقصنا الإرادة السياسية، وأعتقد إنها بدأت تبقى موجودة وإحنا على الطريق الصحيح. والوعي أهم من كل ده، لأنه طبعاً تفعيل قوانين قد تكون صادمة للمجتمع فتزيد الضغط أكثر، فممكن المسألة بالضبط تكون ضغط أكثر. يعني إيه أبقى في حد أدنى مقبول من حتى مش هقول العنف يعني اللي هو يتوافق مع المجتمع المصري، اللي شخطة الأم في أولادها غلط غلط، بس ما ينفعش إن أنا مرة واحدة كده أقول لها لو كشرت في وش ابنك أنت كده. درجات دي، إحنا هناخد الموضوع درجات. بالضبط. لكن هذا لا يمنع إن إحنا نقول إنه المفروض الحقيقة الأب اللي مثلا، مش بقول حاجة تكشيرة، التكشيرة مقدور عليها، لكن الأب اللي بيعاقب ابنه بطريقة أو بطريقة بالضرب او بالحرق، لازم يعاقب قانونا، لازم يكون في قانون يجرم عشان يخلي اب تاني يفكر الف مره قبل ما يبتدي يعاقب ابنه بنفس الطريقه. طبعاً. فاحنا محتاجين الحقيقه، بالاضافه ان احنا التوعيه للحاجات البسيطه، لكن محتاجين ان احنا يعني ستبس اقوى، او محتاجين يعني خطوات اكبر لتفعيل القوانين. نحن بنقول خلطه ترغيب وترهيب، ترغيب في انه انا انشئ مجتمع سليم، وترهيب من انه لو عملت كذا هيطبق عليه قانون. بالضبط. ده اللي عايز اقوله يا اسماء، انه ايه هيرجع يقول لك بقى الضغوط الاقتصاديه وضغوط المجتمعيه، ما هو ده صح، بس انا ما عنديش في الاخر برضو من هنا من عندكم ان عمر الضغوط الاقتصاديه ولا الضغوط الماليه ما تخلي الناس تعاقب فلسة اكبادها زي ما بيقولوا، او تعاقب ممكن يا دكتورة. طبعا ممكن تطردهم خارج البيت لاني مش ما بتملكش جوت يومها. انزل اشتغل، ما هو احنا ده يتعرض للضرب من صاحب المكان اللي بيشتغل عنده، اذا طلع عندنا يا اما ارهابي يا مجرم يا ناقم على مجتمع. بالظبط كده، عشان كده بيقولوا ان هي دي اطفال الشوارع دول، لو حضرتك تديله فلوس عشان يعمل اي عمليه ارهابيه طبعا هيقبل، ان اولا جاهل، ثانيا هو ما عندوش علم باللي هو هيعمله، ثانيا محتاج فلوس. صح. فاحنا بننشئ الحقيقه، احنا عاملين بنزود عدد الارهابيين بان احنا مش عارفين نعالج مشاكل عنف البنيه الاساسيه. جميل انه يكون الدور متكامل، دوركم ودور الاعلام ودور المؤسسات المدنيه ودور تفعيل ايضا الاراده السياسيه لانها هي الدارجه، وتفعيل ايضا نظام الامن القومي لان هي فعلا قضيه امن قومي. دكتوره اماني عبد الفتاح، مدرس بقسم الطب الشرعي بجامعه القاهره، شكرا لك. تسلمي، خليكي مرتاحه. عندنا موضوع تاني، انا قلبي موجوع. بصي بقى، بصي بنتكلم في انهي مستوى وحننتقل الى مستوى اخر. مستوى فعلا. مستوى يعني اسعاف الشخص، متفقين انه اي شخص بيتعرض لحادث او بيتعرض لشيء طارئ في الشارع بيحتاج فعلا الاسعاف السريع. لكن حتى الدول متباينه جدا في هذا الموضوع. استخدام الطائرات من دون طيار زي ما بنشوفها بتستخدم في ايه، في المجتمعات العربيه، في منطقه الشرق الاوسط، في الاباده، بتستخدم بقى على النقيض تماما في نجدة الإنسان أو إسعاف الشخص المصاب وتقريب الخدمات الطبية حقيقة. الإسعاف الطائر دون طيار في هولندا. يأمل أحد خريجي جامعة دلفت التكنولوجية في هولندا أن يساعد تطويره إسعافا طائرا بدون طيار في إنقاذ من يعانون سكتات قلبية. ضحايا هذه الحالة عادة يحتاجون إلى سرعة شديدة في التعامل معهم، إلا أنه ومع وقوع سيارات الإسعاف التقليدية تحت رحمة الازدحام ومشكلات المرور لا تتم المهمة أحيانا كثيرة في موعدها وبما يرجى من نجاح. أليكس مومونت باختراعه المصغر للإسعاف الطائر المزود بجهاز إزالة الخفقان ينتظر أن يصنع الفرق، فالطائرة يمكنها التحرك بسرعة توازي 10 مرات سرعة الإسعاف المعتاد، وهو الأمر الذي يحسن بالتأكيد من فرص النجاة لكافة المرضى. عندما بدأت المشروع كانت الطائرات بدون طيار تقدم في وسائل الإعلام لأغراض سيئة فحسب. أردت تغيير المفهوم وتوضيح أن هذه التقنية يمكن استغلالها في أغراض نبيلة. من هنا جاءت فكرة الخدمة الطائرة. والطائرة يمكنها الوصول إلى المريض من خلال تتبع مسار الموبايل الذي أجرى عملية الاتصال طلبا للإنقاذ. سيتم تجهيزها كذلك بكاميرا وسماعات يمكن من خلالهما إرشاد الأشخاص الموجودين في المكان لمساعدة المريض. الكاميرا تبقي على متابعة الحالة والسماعات للحديث المباشر.
يكمن نجاح هذه الفكرة في السرعة، لأنه من المعروف أن عمر بطاريات الطائرات بدون طيار قصير، ومن ثم إذا أنجزنا المهمة في وقتها فلن نستهلك سوى 5% فقط من طاقة البطارية. ما زال العمل في مراحله التجريبية الأولى وبالتنسيق مع خدمة الإسعاف في أمستردام، وعلى هذا يمكن انتظار نسخة فعالة من هذه الطائرة المسعفة في غضون 5 سنوات حتى تتم عليها التحسينات اللازمة ويمكن الاعتماد عليها. وحين طرحها على نطاق واسع يتوقع أن تتكلف الطائرة بدون طيار كاملة التجهيز ما يزيد بقليل على 18,000 دولار. بالتوفيق يا رب. إذن هناك مستقبل للإنقاذ وليس للتدمير. طبعا إنه استخدام الطائرات بدون طيار، يعني بصي طيار بدون طيار، المهم في الآخر نصل إلى المريض. اللحظة ممكن تفرق معه، أو ثانية أو جزء من ثانية ممكن يفرق معه. خلينا نأخذ فاصل. بعد الفاصل سعد الدين وهبة من ضابط الشرطة إلى سكة السلامة. نظرة سريعة على أبرز ما نشر في الصحف العربية من آراء وتحليلات. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، نبدأ جولتنا مع الصحافة العربية من صحيفة البيان الإماراتية التي كتبت: فرنسا ستصوت على نص يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين. أفاد مصدر برلماني أمس أن الجمعية الوطنية الفرنسية ستصوت في 28 من نوفمبر على مشروع قدمه نواب من الغالبية الاشتراكية يطالب باريس بالاعتراف بدولة فلسطين، وهذا التصويت غير الملزم لكن الذي يرتدي رمزية كبرى بعد تصويت البرلمان البريطاني واعتراف السويد بدولة فلسطين، سيتم قبل تصويت آخر مرتقب في مجلس الشيوخ الفرنسي في 11 من ديسمبر. وننتقل إلى صحيفة عكاظ السعودية ونقرأ منها تحت عنوان: مجلس الدفاع الخليجي المشترك يوصي بإنشاء قوة بحرية مشتركة. رفع مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية رفع توصية إلى المجلس الأعلى بالموافقة على الدراسة الخاصة بإنشاء القوة البحرية المشتركة. ووافق المجلس في بيانه الختامي الذي صدر في ختام أعمال دورته 13 واستضافته دولة الكويت، وافق على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة في الدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية في دول المجلس، ورفع توصية بذلك إلى المجلس الأعلى. ليبيا مقتل 6 في هجوم انتحاري والثني يزور الرياض. جاء هذا العنوان في صحيفة السفير اللبنانية التي كتبت عن الأحداث والتطورات في ليبيا. قتل 6 أشخاص بينهم 5 جنود وأصيب 23 شخصا على الأقل بجراح متفاوتة الخطورة في هجومين وقعا أمس في شرق ليبيا التي يزور رئيس حكومتها عبد الله الثني العاصمة السعودية الرياض لعدة أيام، يلتقي خلالها كبار المسؤولين السعوديين بحسب ما أعلنت الحكومة الليبية. وإلى شأن المصري ونقرأ من صحيفة الأهرام تحت عنوان: الرئيس المصري يصدر 3 قرارات بقوانين جديدة، تسليم المتهمين غير المصريين لدولهم وإنشاء صندوق تحيا مصر وتنظيم التمويل متناهي الصغر. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 قرارات جمهورية أمس بقوانين تتضمن قرارا بقانون يجيز لرئيس الجمهورية تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، فضلا عن قرار بقانون إنشاء صندوق تحيا مصر. كما أصدر قرارا ثالثا بقانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة بأن أحد القرارات يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.
وإلى صحيفة الشرق الأوسط التي كتبت تحت عنوان غارة جنوب اليمن تستهدف عناصر للقاعدة. قتل 7 عناصر مفترضين من تنظيم القاعدة في غارة شنتها فجر أمس طائرة من دون طيار يعتقد أنها أمريكية في محافظة شبوة بجنوب اليمن حسب ما أفادت مصادر قبلية. وذكرت المصادر أن الغارة استهدفت تجمعا للقاعدة بالقرب من عزان في شبوة. وقال مصدر قبلي قتل 7 من القاعدة بينهم سيدة. وفي الصحافة المصرية أيضا نقرأ خبرنا الأخير من صحيفة المصر اليوم التي كتبت واشنطن تعبر عن القلق العميق من قرار الاستيطان الإسرائيلي. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء أنها تشعر بقلق عميق من قرار إسرائيل الموافقة على بناء 200 منزل جديد في القدس الشرقية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة جين ساكي إن القرار يعرقل محاولات التوصل إلى حل بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس قيام دولتين. مشاهدينا، انتهت بذلك جولتنا مع الصحافة العربية. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. في مثل هذه الأيام رحل عنا الكاتب الكبير والمسرحي القدير سعد الدين وهبة. هنتعرف طبعا على كاتبنا سعد الدين وهبة من خلال هذا البروفايل. نشوف. ونحن نعيش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 36، يبدو أن المهرجان يحن إلى أحد أهم مؤسسيه المسرحي الكبير سعد الدين وهبة. ولد وهبة في 4 فبراير عام 1925 في قرية ديميرة بمركز طلخة محافظة الدقهلية، وهو كاتب ومؤلف مسرحي. كتب القصة القصيرة والمقال الصحفي والسيناريو والحوار، وله العديد من المؤلفات لعدد من الأفلام السينمائية والأعمال التلفزيونية. رحل عن دنيانا في مثل هذه الأيام عام 1997. كان أهم ما يميز مسرحيات سعد الدين وهبة قبل هزيمة عام 1967 هو أنه مضى على خطى توفيق الحكيم في يوميات نائب في الأرياف، ولذلك استمد وقائع مسرحياته من عالم القرية التي عرفها. أولا بحكم مولده ونشأته حيث كان والده يعمل بدائرة الأمير عمر طوسون، وثانيا بحكم تنقله ضابطا للشرطة بين القرى التي اضطره العمل إلى الاحتكاك بأهلها. وكان يشبه نجيب محفوظ في مرحلة ما قبل اللص والكلاب في الاهتمام بحياة القرية قبل الثورة، هادفا إلى تعرية الفساد خصوصا الإداري والحكومي الذي كان من الأسباب الأساسية لقيام الثورة. وكان مثل نجيب محفوظ أيضا في مرحلته اللاحقة في نقد العهد الجديد وتعرية الثغرات التي أدت إلى هزيمة عام 1967، ولذلك كان من الطبيعي أن يلجأ إلى الرمز ابتداء من مسرحيته المسامير. ولذلك لم يكن من الغريب عليه أن يقول: هناك فكرة عامة في كل مسرحياتي أعتقد أنها أكثر المشاكل التي صادفت الشعب المصري على امتداد تاريخه، وهي مشكلة الحكم. من الذي يحكم؟ وما هي العلاقة بين الحاكم والمحكوم؟ إذا تحدثنا عن كثير من كتابنا اللي بيرحلوا عنا وسايبين أثر، مقارنة ما مضى ومقارنة اللي احنا فيها الآن، سعد الدين وهبة فعلا كان عندما أشرف على المهرجان اللي احنا نتحدث بصدده كمان في حلقتنا اليوم، كان هناك نجوم مطروحة على الساحة، كان طبعا هناك أهمية للمهرجان وعظم، حتى وإن كان هناك كان العصر الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عهد سعد الدين وهبة. طبعا لأنه فنان حتى النخاع لما يكتب ويخرج، وطبعا في المسرح طبعا اسهاماته معروفه ودوره معروف، كمان في السينما يعني هنا الفن لا يتجزأ، طبعا الفنان بيبقى معجون بالفن. هذا اللي كنا بنتكلم في انه بقى اضافه حقيقيه لاي مهم مكان، مهم انه يكون رئيس المهرجان او المشرف عليه فنان ولا فنان وفنان لتقل في المجال فعلا. طيب خلينا نشوف اطلاله اخرى على ابرز ما نشر في الصحف، ولكن هذه المره من خلال الصحافه العالميه. مرة أخرى أحييكم مشاهدينا، نبدأ جولتنا في الصحف الدولية من جريدة لوموند الفرنسية، وتحت عنوان التصويت على الدولة الفلسطينية في 28 من الشهر الجاري. قالت الصحيفة
إن الجمعية الوطنية الفرنسية قررت الاستجابة لمشروع قدمه نواب من الغالبية الاشتراكية يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين كوسيلة للوصول إلى تسوية نهائية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وأضافت الصحيفة أن هذا التصويت سيكون غير ملزم للحكومة الفرنسية، إلا أنه سيكون استكمالا لسلسلة المطالب الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين. ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية لوران فابيوس قوله إن فرنسا متمسكة بحل الدولتين، واصفا الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل فرنسا بأنه أمر بديهي. أما صحيفة لوفيغارو فكتبت تحت عنوان إسرائيل تخشى انتفاضة ثالثة، وقالت إن تباطؤ إسرائيل في إدراك التغيير الذي طرأ على الوجدان الأوروبي تجاه فلسطين يمكن أن يمثل تحديا لشرعيتها، وأن هذا التحول يأتي عقب الارتفاع الحاد في العداء لها في أوروبا الغربية، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن ما بين ثلثي وثلاثة أرباع الناس في بريطانيا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لديهم آراء سلبية تجاه السياسة الإسرائيلية. كما أشارت الصحيفة إلى أن الاعتراف بفلسطين كدولة من المرجح أن ينمو داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، وحذرت من أن إسرائيل ستواجه انتفاضة ثالثة تقود لعزلة دولية ما لم تظهر استعدادا لإبرام اتفاق بشأن فلسطين. وإلى صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية وبعنوان مخاوف من وصول الأسلحة الأمريكية لجبهة النصرة، قالت الصحيفة إن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة أثارت قلقا بالغا بعد نشرها مقطع فيديو يظهر سيطرتها على أسلحة أمريكية ثقيلة تم تزويد جماعات مقاتلة بها باعتبار أنها جماعات معتدلة دون وجود أي ردود رسمية من قبل واشنطن حول هذه الأسلحة. ومن صحيفة الاندبندنت وتحت عنوان روسيا تتحدى وتعقد اتفاقا نوويا مع إيران، علقت الصحيفة على توقيع إيران وروسيا اتفاقا لبناء مفاعلين نوويين جديدين لمحطة بوشهر الإيرانية، فيما يبدو تحديا للمجتمع الدولي وانتهاكا للمفاوضات النووية الجارية. كما أشارت الصحيفة إلى أن عزم روسيا على تحدي الولايات المتحدة يشكل مخاطر بدأت تتبلور صورتها الآن، حتى أصبحت روسيا مشكلة للرئيس باراك أوباما أكبر من تنظيم داعش. وترى الصحيفة أن خطر روسيا على أوروبا ينطوي على مخاطر لا يستهان بها، وبحاجة إلى اعتماد استراتيجية متوازنة بين الردع والدبلوماسية. ومن الصحف الأمريكية نرصد من صحيفة واشنطن بوست اهتمامها بالمرسوم الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما يخص المتهمين الأجانب داخل مصر، وتحت عنوان مرسوم رئاسي يسهل عملية إطلاق سراح المتهمين الأجانب في مصر، حيث قالت الصحيفة إن القرار الذي أصدره السيسي سيجيز لهم تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم بعد موافقة النائب العام ومجلس الوزراء. وبحسب مسؤولين مصريين تحدثوا للصحيفة فإن هذا القرار سيحافظ على الصورة الدولية لمصر بما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية. من جهتها علقت صحيفة واشنطن تايمز على اللقاء الذي جمع بين الرئيسين الأمريكي باراك أوباما ورئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتحت عنوان أوباما وبوتين ناقشا قضايا أوكرانيا وإيران وسوريا، حيث قالت الصحيفة إن محادثاتهما لن تقدم جديدا للقضايا العالقة وتعيد إلى الأذهان المحادثات غير الرسمية التي أجراها الرئيسان على هامش مشاركتهما في حزيران الماضي، حيث تلا ذلك مزيد من تدهور العلاقات الثنائية والاتهامات المتبادلة، إذ اتهم بوتين أوباما باعتماد موقف معاد لروسيا فيما ندد أوباما بالعدوان الروسي في أوروبا. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة، انتهت جولتنا مع الصحافة الدولية، إلى اللقاء. هنطلع الفاصل قصير وبعدها نرجع. مهرجان القاهرة السينمائي 2014 بعد الفاصل.
طبعا يمكن في حلقه الامس اتكلمنا عن مهرجانات بشكل عام ومهرجان القاهره السينمائي الدولي بشكل خاص، لانه واحد من اهم المهرجانات في المنطقه العربيه، وده طبعا وضع طبيعي لانه مصر رياده سينمائيه في منطقه الشرق الاوسط في المنطقه العربيه بشكل عام، وان كان طبعا احيانا زيها زي اي صناعه ممكن تشهد فترات ازدهار وفترات اخرى يعني بتبقى بتحاول فيها انها تتعافى من عثرتها، لكن هذا لا يمنع طبعا انه مهرجان القاهره السينمائي الدولي من المهرجانات المحطه انظار المهتمين بفن السينما، لانه بيستقطب الكثير من النجوم الكثير من الاعمال السينمائيه من مختلف دول العالم. حقيقه اثير ما اثير حول هذا المهرجان الكبير وتحديدا فيما يخص التنسيق والترتيب وغيرها وغيرها، وقتل فيه الكلام، لكن يمكن احنا اليوم هنتحدث بشكل في جانب اخر، انه نوعيه الافلام المشاركه اللي كانت موجوده في المهرجان، ايش الجديد المطروح؟ ايش الدورة دي المطروح طبعا ممكن تكون فعلا واين القصور؟ ليش في قصور؟ ليش في قصور؟ يمكن الاوضاع السياسيه اللي بتمر بها المنطقه العربيه ككل بتخلي يمكن صناع السينما العالميه بتكلم طبعا عنهم بيحجموا يمكن عن المشاركه، بيخافوا، يمكن محتاجين دعايه اكتر، محتاجين تصحيح مفاهيم علشان فعلا يتم مشاركات فعاله في مثل هذه التظاهرات الثقافية. خلينا نشوف تقرير وبعدين نناقش هذا الموضوع بشكل مستفيض. بسم الله وباسم الشهداء وباسم محبي السينما في مصر والعالم. بتلك الكلمات افتتح الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة فعالية الدورة 36 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لتعلن مصر بذلك عن نفسها من جديد وعن معدنها النفيس وأصالتها الضاربة في جذور التاريخ من خلال المهرجان الذي انطلق مساء الأحد 9 نوفمبر بحفل أقيم على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأثرية بعد تأجيله العام الماضي. لازم المهرجان يكون موجود كل سنة، مهم جدا لأنه ده مهرجان دولي، ولأن مصر يعني مهمة جدا في السينما وفي الثقافة وبشكل يعني على مستوى عالمي، لازم يبقى معروف أن البلاد العربية رغم كل الأحداث السياسية ورغم كل التغيرات اللي بتحصل، لا محافظة على ثقافتها وهويتها وحضارتها، وده من خلال الفنون والسينما. في رسالة للعالم كله أن مصر الدولة رجعت ومصر قادرة، رغم ان كل يوم في إرهاب هنا وفي 2 بيموتوا هنا وفي مش عارف ايه، لكن مصر قادرة لان هي ترجع وتعمل مهرجان ويجي ضيوف من كل العالم. رسالة للعالم ان مصر الدولة ذات الهيبة القوية رجعت بإذن الله مع هذا المهرجان. ده مهرجان مهم جدا وكل الفنانين بيدعموه وبيحضروه ومش ما يقدروش يقطعوه، لان ده مكانهم الحقيقي، لو مش هيجوا المهرجانات هيجوا فين؟ شهد حفل الافتتاح الذي عانى من سوء التنظيم توزيع جوائز نجيب محفوظ الهرم الذهبي لثلاثة فنانين عن مجمل أعمالهم، وهم الفنانة نادية لطفي من مصر والمخرج الألماني فولكر شولندورف والسينمائي المغربي نور الدين صايل، وحث الأخير السينمائيين المصريين على إعادة إنتاج الروائع التي ألهمت السينما المغربية. بقول للنجمة الكبيرة نادية لطفي ألف مبروك، تستاهلي كل الخير، اديتي وأسرتي الفن بقلبك وحبك بإبداعك السينمائي وأسعدتينا، تستاهلي كل الخير، تستاهلي تكريم العالم كله، وألف ألف مبروك. كل النجوم سواء كان النجوم العرب أو النجوم من أوروبا أو من هوليود، دي حاجه تفرحنا احنا كممثلين وكفنانين، وفي نفس الوقت انا كممثله تونسيه ومقيمه في مصر بفرح جدا، لانه فعلا كل شويه بنحاول نقول للناس انه لا يا جماعه الدنيا اي ماشي، بنشوف في حاجات بتحصل بس لا الدنيا امن والدنيا امان. ذلك الحدث السينمائي الضخم الذي يجسد واحده من اعظم الفنون الانسانيه انفرد بالوجود المتميز للنساء في دورته الحاليه، فقد تصدرت عيون الفنانه المصريه ناديه لطفي ملصق الدوره، كما اختارت إدارة المهرجان الفنانة المصرية يسرى لتترأس لجنة التحكيم الدولية لتكون أول فنانة في تاريخ السينما المصرية تترأس هذه المسابقة الرفيعة. ده شرف كبير ليا وبعتبرها مهمة وطنية بالنسبة لي، لأن مصر كانت محتاجة أنها تعمل المهرجان دهوت، لأن لو كان راح منها ما كانش عارف ترجعه، كان هيخرج من المهرجانات الدولية، فده من اخطر ما يمكن كان على الفن المصري والابداع المصري. تاريخنا طويل جدا وعريق جدا في الفن المصري.
وقد أقيمت فعاليات المهرجان وسط حضور كوكبة من النجوم والنجمات المصريين والعرب وبمشاركة وفود عربية وأجنبية الذين أعربوا عن سعادتهم الشديدة بعودة المهرجان، مؤكدين أن السينما المصرية هامة جدا في المنطقة العربية. نحن الآن على السجادة الحمراء من داخل المهرجان الأهم في المنطقة العربية، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي سيشهد تغييرا جذريا في دورته 36، فهو بمثابة منصة للتواصل مع المبدعين السينمائيين في مختلف أنحاء العالم، والمشاركة فيه تعد إنجازا يفخر به الجميع. شيماء عاصم، الغد العربي، القاهرة. شكرا شيماء على هذا التقرير وهذه الاستضافة لهذا العدد الكبير من النجوم الحقيقة اللي دونا دفعة أمل في عودة مهرجان القاهرة السينمائي ليتصدر المشهد في التظاهرة الثقافية، مهمة بتتكرر كل عام. معنا الحديث حول هذا الموضوع دكتور وليد سيف، الناقد السينمائي ورئيس المركز القومي للسينما. أهلا بك. نبدأ الأسئلة شديدة ولن نقول الأول مبروك رجوع الريادة لمصر. الله يبارك فيكي. لا خشوا على طول، ما هي ندخل على طول. طيب إذا تحدثنا بعين الناقد، بعيدا عن عين الناقد سينار، خليها تأجل شوية، بعين الفرحة، بعين رجوع الريادة، بوية موجودة ولكن كان هناك بعض القصور أو بعض الخلل أو وعكة، رجعنا والحمد لله خطواتنا ثابتة، يتهم المهرجان أن هناك قصور وتقصير. لازم نعترف انه الدورة دي اولا بداية هي دورة بعد دورة متوقفة، يعني فريق عمل للمهرجان قرر انه يؤجل الدورة الماضية الى العام الحالي، فهم بيشتغلوا بقالهم تقريبا حوالي سنة وست شهور. هذا الفريق بيعمل طوال 18 شهر تجهيز. تمام. توفرت لهم ميزانية ما يقارب ميزانية سنتين. الوزير الدكتور جابر عصفور الحقيقة عمل يعني لقاءات واتصالات وقدم فاسيليتيز للمهرجان بالتعاون مع وزارات أخرى. الإمكانيات المادية متاحة، الوقت متاح، لكن طبعا احنا فوجئنا في الافتتاح، في حفل الافتتاح بمشاكل في التنظيم. يمكن شفنا درة منفعلة زيادة، محدش عارف، أنا بالصدفة عارف درة منفعلة، ناس كتير ما تعرفش. بس لأنه إحنا أنا كنت داخل من باب القلعة أحد البوابات، والأمن منع بشدة دخول أي سيارات، وكان من ضمن الواقفين درة ولقاء سويدان ومجموعة كبيرة، وحاولنا إن إحنا نقنع الأمن إنه في تجاوز، دول لابسين فساتين سهرة ومش هيقدروا يمشوا 3-4 كيلو على رجليهم، ويعني فالحقيقة ما كانش في أي تفاهم من المسألة. كان يجب أن يكون هناك أحد، إذا لم يدخل الفنان من المسموح لا يدخل، كان يجب أن يكون موجود أحد مسؤولي المهرجان، لأنه رجل الأمن بيبقى عنده توجيهات مباشرة وواضحة وصارمة وممكن ما، لكن الاستثناء هذا لا يرد إلا لما يكون موجود مسؤول من المهرجان، مسؤول. هو المفروض إن ده يكون استثناء، المفروض إن ده يكون القاعدة، يعني ده الطبيعي. نفرض يعني ليه أرهق الناس وهي جاية؟ راجل أو ست، سواريه ولا مش سواريه؟ لنفرض إنها دخلت من بوابة غلط، أو إنه ما كانش المفروض تدخل البوابة دي، أو إنه الاتجاهات ما كانتش مظبوطة، فيا تصحيح الخطأ يتطلب إن يبقى موجود مسؤول من المهرجان. صحيح. يعرف اللي حضرتك بتقوليه ده، إنه في إن الناس دي لازم تدخل لأن المهرجان معمول عشانهم. صحيح. طب لنفرض إنه يمكن رب العالمين دايما بيستر معنا في مواقف الحمد لله، ما كانتش درة وكان فنان عالمي مشهور جاي علشان يناقش او يشوف فين وصل فيلمه، اول مره يزور مصر واول مره يشارك في المهرجان. طبعا طبعا طبعا، يعني ده شيء مهم جدا، مسؤولي المهرجان لازم يبقوا متواجدين في كل المواقع، لازم يبقوا ممثل ليهم في كل مكان يحل المشكله ويذللها، دي حاجة. الحاجة الثانية، السجادة الحمراء كانت مزدحمة بشكل مش طبيعي، والريد كاربت براند عالمي للمؤتمرات، يعني كان زحمة جدا جدا، وده لأنه ما تخصصش أماكن يقف فيها أو يتواجد فيها القنوات التلفزيونية، بحيث أن يبقى عندهم مكان على جنب كده متاح ليهم يستقبلوا فيه الضيوف والناس، فبعضهم وقف في قلب السجادة الجديدة الحمراء، فحصل حالة من التكدس. طيب بعيدا عن تجاوزات حفل الافتتاح أو التحفظات على حفل الافتتاح، موقع المهرجان نفسه كمهرجان دولي لكن بعد فترة توقف، هل خلت أو جعلت المشاركين من الدول المختلفة أو السينمات العالمية يعني بالبلدي كده رجليهم ما بقتش واخدة على مهرجان القاهرة، يعني توقف سنة ممكن فعلا يكسر عادة فما يخليش الأفلام تشارك بسهولة، نجد صعوبة تانية عشان نستقطب الأعمال دي؟ لا خلينا نتكلم بصراحة، أنا يعني أنا كنت رئيس مهرجان اسكندرية ورئيس مهرجان جمعية الفيلم، فأنا برضو حتى في الفترة الحرجة دي، يعني في
2012 و2010 في فترة الانفلات الأمني والحالة الصعبة اللي مرت بها مصر. توقف سنة وارد ان هو يعمل حالة من العزلة، لكن كمان احنا بنتكلم عن دولة كبيرة طبعاً. مهرجان كبير، مهرجان منظم اكثر من كبيرة. مرة توقفه لدورة واحدة اعتقد دي مش مشكلة كبيرة، لكن دورة كبيرة، سينما كبيرة، مهرجان كبير، لكن في كمان صورة نمطية او صورة غلط يمكن اتخذت في الاعلام الغربي عن حالة انفلات امني مبالغ فيها يمكن، فممكن فعلا تؤدي الى المزيد من العزلة. ما هو برضو خلينا ويدعم ده خلينا انه فعلا خلينا فعلا عندهم مشاكل. خلينا نبقى صراحة، يعني الراجل اللي جاي يحضر مهرجان ده جاي مش عايز اي قلق، يعني هو طبعاً خاصة طبعاً ان جدوله مزدحم جدا. لو بنتكلم على نجم كبير او على سينما كبير، جدوله مزدحم جدا، مدعو المهرجانات كتيرة جدا، عنده فرصة الاختيار، بيفاجئ في كل لحظة بتغيير في جداول عمله وتصويره. فعلشان يظبط نفسه على مهرجان ويمنع اي حاجة انها تعطله عنده، لازم يبقى جاي وهو مطمئن ومستريح. دي حاجة. الحاجة التانية الحقيقة انه انا يعني بكلمكم بخبرة المهرجانات وخبرة الاتصال بالنجوم. في نجوم بيطلبوا فلوس، بيطلبوا مبالغ باهظة عشان يشارك، عشان يحضر، عشان يحضر. في نجوم بيبقى لهم طلبات خاصه، يعني مثلا اذكر لكم واقعه ان اليزابيث تايلور في احد مهرجانات ايام قديم ايام السادات قالت انا مش عايزه حاجه خالص، انا عايز طياره خاصه. طياره خاصه فكاد يسقط في يدهم لولا ان كمال الملاخ كان له وسيله ما لاتصال بالراحل رئيس انور السادات، فالسادات بعت لها طيارته الخاصه. ففي حاجات بتطلب فاسيلتيز من الدوله، مؤسساتها الكبرى، من يعني من 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 جهاتها العليا. اعتقد ان ده كان متاح للمهرجان يوفر فاسيلتيز كتيره جدا ويحقق ده. لكن نيجي للنقطه الثالثه بقى، هي النقطه في رايي هي النقطه الاهم في اي مهرجان في العالم، هي السوق. السوق سوق الفيلم. الناس ما بتجيش مهرجانات، نجوم ما بيجوش مهرجانات عشان يتفسحوا، طبعا ما بيجوش مهرجانات مع احترامي يعني عشان يتجولوا يتفرجوا على يعملوا جولات سياحيه يشوفوا الاهرامات، أو ما بيجوش عشان يتشيكوا ولا لا، هم بيجوا علشان بزنس. صح. تقييم السينما الى اين وصلت؟ ما هو المنتج الناقص الان؟ الى اين سنضيف الابداع؟ لا، مع احترامي لحضرتك كل دي جوانب ثقافيه، انا بكلمك في الجانب التجاري. التجاري انه لازم يبقى في سوق للفيلم عشان يبقى جاي عارف انه هيعمل بيزنس. في افلام هتشترى، في افلام هتباع، تمام. في اتفاقيات تعاون مشترك هتحصل، في دعم لمشروعات افلام من قبل المهرجان او قبل المؤسسات بتدعم طبعاً المهرجان، كل المهرجانات الكبرى. طب هو يعني دايما المساله التجاريه دي او التسويقيه دي تبقى منتظره المهرجان ولا دي شغل شركات انتاج مع بعضها ودور عرض تنظيم المهرجان؟ المهرجان ده تنظيم، لازم المهرجان هو اللي يسعى الى هذا واللي يعمل اتصال بالناس ويقول لهم احنا بنعمل سوق، والسوق بيتطلب ان يكون في شركات داعمه، بيتطلب ان يكون في مشروعات بتقدم. لا يعني هل عدم مشاركه فيلم مثلا قوي في مهرجان زي مهرجان القاهره او اي مهرجان، هل هيمنع ان هو يعرض في نفس الدوله؟ لا، في شركات الانتاج. معلش حضرتك، بتتكلمي في نقطه بعيده شويه. انا مش بتكلم على عروض الافلام في المهرجان. عروض الافلام في المهرجان ده موضوع تاني، وسوق الفيلم ده موضوع تاني. سوق الفيلم ده ان يبقى فيه سوق خاص بالفيلم، ببيع الافلام وشراء الافلام، وموزعين جايين يشتروا افلام ويعقدوا اتفاقيات ثنائيه ويعلن عن هذا ضمن حلقات المهرجان. طبعًا. انما اللي حضرتك بتتكلمي فيه انه فيلم يعرض، في افلام بتعرض مجانا، وفي افلام بتطلب حق العرض الاول، وفي افلام بيبقى شايفه ان حضورها لهذا المهرجان شرف لانه مهرجان دولي ومهم، في افلام شايفه انها لما تخش المسابقه الدوليه تبقى فرصه ليها ان يبقى ريكلامه وان الفيلم يبقى له قيمه طبعًا. فالحقيقه اهداف الناس من العرض بتختلف طبعًا. اذا كنت حضرتك بتسالي عن العرض الاول، بالنسبه لاي مهرجان محترم ومنهم مهرجان القاهره وده حقيقي، انه من المفترض ان كل الافلام تكون عرض اول في المنطقه، مش بالضروره في العالم. بالضبط. تمام. بالضبط. طيب الافلام المشاركه تحديدا من وجهه نظر حضرتك، القيمه المشارك بها، نوعيه الطرح اختلف في نظره مستقبليه مختلفه؟ الحقيقه نحن نتحدث عن مهرجان يرأسه الناقد السينمائي سمير فريد، واحنا بنقول على سمير، انا شخصيا بقول على سمير فريد يعني الناقد الذي يعرف اكثر، وهذه هي الحقيقه. يعني احنا كبرنا وعجزنا، لكن ما زال هو الاستاذ وهو الاكثر اطلاعا والاكثر متابعه والاكثر قدره على اختيار الافلام. هو يعني ذا بيست بروجرامر ان اول ارابيك. يعني شايف الافلام المشاركه السنه دي افلام قويه في مستوى عالي في حدود الامكانيات وفي حدود الافلام المنتجه في الفتره الاخيره. في اختيارات رائعه، تقريبا المهرجان زي سله بيعرض فيها الافلام الكبرى اللي واخده الجوائز الكبرى في فينيس وبرلين وكان ولوكارنو. مهم جدا انه تضاف مشاركات جديده، في مشاركات جديده لاول مره تطرح، في افلام بتعرض لاول مره، مثلا فيلم ذيب الاردني من ابو ظبي.
مهم، وانا حضرت عرضه الاول وفيلم محترم وخد جايزه من موريتانيا كمان اعتقد، ومن موريتانيا ومن اليابان، من اليابان في افلام مهمه عرضت. اعتقد انه افضل شيء تحقق هذا العام وهو الحدث الاهم في هذا المهرجان ونحيي عليه النقد سمير فريد هو حضور المخرج العالمي الالماني الكبير شلوندروف. شلوندروف قيمه كبيره في تاريخ السينما طبعا. وانا جيلي لما فتح عينه على السينما كده سمع على فيلم اسمه الطبله اللي خد جايزه برلين اعتقد 78 يعني في السبعينات. الطبله ده كان حدث عالمي في تاريخ السينما. شلوندروف ما زال حتى اليوم يبدع وما زال يحصد الجوائز. كمان في مجموعه من الافلام اللي وردت مؤخرا في يعني في الايام الاخيره المهرجان اللي تم التاكد من حضورها ووصلت بالفعل بالتاكيد، اللي بتمثل دول اوروبا بشكل قوي. سمير فريد من النقاد المصريين اللي عندهم اتصال قوي جدا بمهرجانات اوروبا وبسينمائي اوروبا، فالمشاهدين هيشوفوا افلام رائعه. أنا سعيد كمان إن طلبة معهد السينما في حالة إقبال غير طبعاً عادي طبعاً على وانفتاح على نوعية أخرى من الأفلام ومشاركة سينما الغد سينما عالمية طبعاً. وربما طبعاً إنه ده فاجئ إدارة المهرجان، لأنه يعني الشباب مقبلين معهد السينما بدرجة لم يكن هناك استعداد لقبولها، مثلاً عدد القاعات أقل، عدد الكراسي أقل، عدد الدعوات أكتر، فيعني يمكن في اليوم الأول والثاني في حالة ارتباك، لكن أنا بطمنهم إن الأمور بتتظبط وإحنا أنتوا ولادنا وإحنا حريصين إن كنتوا يو ار ويلكم. واحنا كمان حريصين جدا طبعا ان مهرجان القاهره السينمائي يخرج بصوره مشرفه فعلا تتناسب مع تاريخ مصر السينمائي الدولي. الدكتور وليد سيف ناقد سينمائي ورئيس المركز القومي للسينما، شكرا ونورتنا. شكرا وثانك يو على كل الاجابات، اضافه على اللي تحدثنا فيه قبل كده. اهلا بك، خليك مرتاح. نطلع على فاصل قصير وبعدين نرجع. بعد الفاصل يمكنك التعامل مع المحال وهي مغلقة بواسطة تطبيق. من الأحداث اللي يعني دائماً بتستحق الاحتفاء والاحتفال بها ولادة منتج ثقافي فعلا. يعني إن كان فيلم، إن كان ديوان، إن كان رواية أو غيرها، خصوصا لما يكون في كده حالة من حالات التكهن بأنه هذا العمل هيكون قوي وحينافس فعلا على جوائز طبعا. في هذا الإطار استضاف بيت دون للنشر والطباعة والتوزيع الكاتب الروائي ماجد شيحة للتوقيع الأول أو إقامة حفل للتوقيع الأول لروايته المرشحة لجائزة البوكر العربية سلفي يكتب الروايات سرا. يعني عارفه احس ان هي ايه من واقع الحياه، من مستجدات الحياه، يمكن حتى العنوان نفسه وسرا. اذا هناك علامات استفهام دائما الغموض يقتني في الموقف. خلينا نشوف سلفي يكتب الروايات سرا، انها ليست روايه بقدر ما هي حاله تنقلنا الى عالم متوازي، عالم يحمل معاني عميقه والبحث عما هو مجهول، وعنوان شائق يجذبنا إلى القراءة، حيث تميزت الرواية بالإبداع والموضوعية. رواية سلفي يكتب الروايات سرا زي ما قلت هي حالة وليست رواية. الفكرة بتاعتها جاتني موضوع سرية الأدب وعدم إيمان الناس بتغيير الأدب للمجتمع بتاعنا. الرواية بتتكلم مش عن مجتمع السلفيين بس أو عن رفض مجتمع السلفيين للأدب، بل بتتكلم عن رفض المجتمع كله للأدب والمسألة إن الأدب يقدر يغير. من النقطة دي نقدر ننطلق بعدها ونتكلم عن المجتمعات الأخرى، ما يبقاش بس إن السلفي هو بيكتب روايات سرا في مجتمع السلفيين، لا، معظم الناس بتكتب سرا وبتقرأ سرا لإيمان الناس بعدم جدوى القراءة والكتابة. أقيم حفل توقيع رواية سلفي يكتب الروايات سرا للكاتب ماجد شيحة في بيت دون للثقافة والفنون. ماجد أشار إلى أن نشأته السلفية التي يعتز بها جعلته يكتب هذه الرواية، فمنذ صغره وهو شغوف بالكتابة وقراءة الروايات. الحفل شهد حضورا للكاتب أشرف الخمايسي والناشر أحمد مهني وعدد من القراء. رواية سلفي يكتب الروايات سرا، أنا من وجهة نظري أنها هي رواية تقيلة جدا، بتشير إلى روائي مهم جدا مستقبلا هيكون لي
وضعه ومكانته في الحركة الأدبية في مصر والوطن العربي. أنا كنت بقرا روايات كتير قبل الرواية دي، يعني مثلت لي مشكلة، إنما الرواية دي فعلا أنا في حالة اطمئنان اللي فعلا الكتابة فيها مستقبل مزدهر. في الكتاب ماجد طرح شخصيات متعددة للسلفيين، دخل جوه حياتهم، تعمق فيها واتكلم عنها بشكل متصالح جدا مع المجتمع، متصالح جدا مع نفسه حتى كشخص بينتمي للفكرة دي. فأنا شايف إن هي كانت رواية موفقة، العمل كان ناجح جماهيريا، العمل تم استقباله بشكل كويس جدا. الرواية تتناول قصة لشخصين سلفيين يتساءلان هل توجد في الجنة كتب؟ أم أن قراءة الكتب تكليف من حيث فهم الأوامر والنواهي، وتدور بعد ذلك الأحداث حول محاولة التقارب وفهم الآخر للوصول إلى الفهم الصحيح للمجتمع. إسراء عاصم، الغد العربي. جميل أن تضاف كتابة أخرى تكشف عن أسرار بروح مختلفة أو بروح مختلف. أصحابها طبعا طبعا. إفران أو كما يسمونها سويسرا المغرب، هي مدينة مبنية على الطراز الأوروبي، تقع قرب مدينتي فاس ومكناس، تعود تسميتها إلى كلمة أمازيغية تعني الكهوف. أطلق عليها أو أطلق عليها سكانها قديما لقب تورتي باللهجة المحلية، أي البستان أو الحديقة. دي طبعا احنا نشوف شيء ساحر. شيء ساحر ومعلومة في الدقيقة. خلينا نشوف. إفران أو كما يسمونها سويسرا المغرب هي مدينة مبنية على الطراز الأوروبي، تقع قرب مدينتي فاس ومكناس، تعود تسميتها إلى كلمة أمازيغية تعني الكهوف، أطلق عليها سكانها قديما لقب تورتي باللهجة المحلية أي البستان أو الحديقة. تعتبر إفران من أقدم المدن المغربية الجبلية التي تقع على ارتفاع 1655 مترا فوق سطح البحر، إذ يميزها البرد القارس والثلوج التي تغطي سفوح جبالها في الخريف والشتاء واعتدال الجو في الصيف والربيع، إذ تجذب الزوار بشلالاتها المائية والطبيعة الخضراء الخلابة وشوارعها الشاسعة وساحتها الفسيحة الخضراء صيفا وشتاء. بنيت منازلها طبقا للأساليب الأوروبية التقليدية التي تشبه ما هو موجود في ضواحي بعض المدن الفرنسية والسويسرية، حيث تتميز منازلها بسطح مائل من القرميد الأحمر، ويمنع فيها تشييد البنايات المرتفعة، وحافظ سكانها على الطابع المعماري حتى الآن. وتعد إفران من الواجهات السياحية القليلة في المغرب التي تعرف اكتظاظا طوال العام، إذ يتوافد عليها سياح أجانب في الشتاء والخريف لمزاولة رياضة التزلج على الجليد، كما يقصدها محب رياضة القنص البري أيضا. واو، عشان قلت لك جد واو، عشان دايما اقول لك ان بلادنا احلى، بلادنا حلوه، بلادنا العربيه جدا فعلا والله. يعني احنا دايما بننبهر بنماذج كده بتبقى هي مش يعني مش عايزه اقلل منها برضو، بس هي شكل صناعي طراز معماري، لكن بلادنا العربيه في مقاومات طبيعيه بتخدم على الطراز المعماري، فتحس فيه سيمفونيه كده من الابداع. اي أيوة والله. نتمنى يا رب بس يحافظ على هذه الاماكن، لان هي اماكن جذب سياحي، وبعد كده بتكون فعلا مكان نعتز فيه، معنا اشياء حلوه في بلادنا. اعتقد انه باقي معنا شيء تقوليها الان. حاجه بقى فرنسية. احد الفرنسيين طور تطبيق خاص يتم من خلاله التعامل مع واجهات المحلات حتى اثناء اغلاقها، يعني اعتقد هتبقى حاجه كده اشبه بالشاشات الذكيه. ممكن فعلا تعرض لك حاجات والمحل مقفول، والمحل تبقى مقفول صح. عشان عارفه يعني الناس تبقى مترقبه، ممكن يروح مخصوص للمحل، مش لازم يكون المحل مفتوح. اتوقع ان دعايه مستنى بقى لما يفتح، ان دعايه مستمره ال 24 ساعه للمحل حتى هو مغلق. نشوف. في كثير من الأحيان ونحن نمر بسرعة على واجهات المحال تختطف أبصارنا نظرة على أشياء بالداخل نطمح إليها، إلى أن المتجر حينها ربما يكون مغلقا أو نحن لا نمتلك الوقت. الآن وبرعاية شركة الاتصالات الفرنسية أورانج، هناك تطبيق جديد على الموبايل يسمح لك بالتسوق لساعات طوال دون ما تقيد بأي شيء. التطبيق يمد المستهلكين بمعلومات وافية عن السلع التي يريدون اقتنائها،
ويمكنهم كذلك من تداولها ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. انظروا، سأطلب هذا الزوج من الأحذية، ليس لدي وقت كي أدخل، لذا تواصلت مع هذه السلعة من خلال التطبيق التفاعلي الجديد. البرنامج يتيح لك إمكانية حجز السلعة أو شرائها مباشرة. ويرى رالف ذو 34 عاما أن التطبيق الذي طوره يسمح لأصحاب المتاجر بتوسيع قاعدة العملاء، إذ إنه يوفر كثيرا من فرص الشراء التي قد تضيع على المحل أثناء فترات الإغلاق. ويمكن للتطبيق أيضا أن يساعد الإدارة في تحسين مستوى ما يعرض بالواجهات من حيث الجاذبية وتطوير آليات البيع والقدرات التسويقية. ما يهمني علاوة على كل شيء أن أكون على دراية بكل ما يحدث أمام واجهات المتجر. فكرة هذا التطبيق تشعرنا بأننا نسيطر فعليا على الأوضاع. لدينا ساعات محددة للتسوق كالآخرين، ننهي عملنا مثلا في 7 مساء، وبعد ذلك يتولى التطبيق زمام المبادرة. بحسب دراسة نشرها الاتحاد الفرنسي للتجارة الإلكترونية، أنفق الفرنسيون أكثر من 50 مليار يورو على خدمات الإنترنت عام 2013، ورغم الأزمة الاقتصادية زاد إجمالي المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 13.5%، وارتفعت معدلات التحويلات المالية بنسبة 17.5%، كما زاد إجمالي المبيعات عبر الهواتف الذكية والحواسب اللوحية في الربع الرابع ل 2013 بنسبة 97% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012. حل بيوفر وقت، بيوفر مجهود. خليك صريحة، خليكي صريحة. وفر وقت ووفر مجهود، انه ممكن تروحي تشوفي، تبقي انت داخله بعد كده المحل وانت عارفه انت هتشتري ايه، ومن غير، ويوفر مضايقات. مضايقات يقول لك لا خدي ده، بس هذا ما تلبسيش هذا. صح صح. في نفس بنفس الصدد هنطلع ايضا الى مؤسسات المال والاعمال والبورصه. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا عالم المال والأعمال، أهلا بكم. أقرت هيئة السوق المالية بالسعودية اعتماد لائحة وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها ابتداء من سبتمبر لعام 2015، وذلك لكي تنظم ممارسة نشاطات التصنيف الائتماني في المملكة ومراقبتها. وقالت الهيئة في بيانها إنه قد تم دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية عند إعداد اللائحة لكي تحقق الأهداف المرجوة منها، كما رعي عند إعدادها أن يتم استقصاء آراء المعنيين والمختصين لدى الجهات المرتبطة بوكالات التصنيف الائتماني حسب ما أعلنته الهيئة. قالت مصادر مطلعة إن سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تتجه إلى الموافقة على عرض الاتحاد للطيران الإماراتية لشراء 49% من أليطاليا الإيطالية، بعد أن اتفقت الشركتان على التنازل عن حقوق للإقلاع والهبوط على خط روما بلغراد. يذكر أن شركة طيران الاتحاد المملوكة لحكومة أبو ظبي عرضت جزءا من خطة بلغت قيمتها 1.76 مليار يورو لإنقاذ شركة أليطاليا المتعثرة من خسائرها. وعلى صعيد متصل، حصلت كل من الاتحاد للطيران والإيطاليا على لقب الناقل العالمي الرسمي لمعرض إكسبو 2015 المقرر أن يتم إقامته في ميلانو خلال الفترة الممتدة ما بين 1 مايو و31 من أكتوبر لعام 2015. أطلقت وزارة السياحة المصرية برنامجا لتدريب السائقين الذين يعملون على حافلات نقل السياح في إطار خطة للحكومة لتزويد كل الحافلات السياحية بأجهزة لتحديد المواقع بهدف معرفة أماكنها ومساراتها أولا بأول، وكذلك لمراقبة الالتزام بقواعد السرعة وقوانين السير. وأدت حوادث السير في مصر إلى وقوع المئات من حالات الوفاة وآلاف الإصابات سنويا، يرجع كثير منها إلى رعونة القيادة وسوء حالة الطرق. وأنشأت وزارة السياحة في مقرها مركزا إلكترونيا للمراقبة لمتابعة حركة الحافلات السياحية في أنحاء البلاد من خلال منظومة تحديد المواقع.
أعلن البيت الأبيض أن الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم حول اتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من منتجات تكنولوجيا المعلومات تتضمن ألعاب الفيديو والأنظمة العالمية لتحديد المواقع. وقال الرئيس باراك أوباما إن هذا الاتفاق من شأنه أن يسهم في الإنجاز السريع للمفاوضات الرامية إلى توسيع اتفاق أبرم قبل 17 عاما في إطار منظمة التجارة العالمية. وأوضح البيان أن توسيع الاتفاق حول تكنولوجيا المعلومات سيقود إلى رفع أكثر من 200 رسم جمركي مقرر حاليا. أعلنت مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية بأنها حققت مبيعات تزيد قيمتها على 9 مليارات دولار في يوم العزاب الذي وافق أول أمس من 11 نوفمبر. وأظهرت شاشة عملاقة في مقر علي بابا الأرقام الآنية للمبيعات التي تجاوزت الرقم القياسي الخاص بعام 2013 لتصل إلى 57.1 مليار يوان أي ما يساوي 9.3 مليارات دولار، وذلك عقب منتصف الليل بعد أن أقبل المتسوقون من الصين الخارج على شراء السلع المعروضة بخصوم كبيرة عبر الإنترنت. يذكر أن علي بابا قد حولت يوم العزاب إلى مهرجان للتسوق عبر الإنترنت في عام 2009، والرقم القياسي لهذا العام تجاوز مبيعات بلغت قيمتها 35 مليار يوان كانت قد حققتها الشركة في مهرجان تسوق خلال العام الماضي. ختاما إلى أسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي، وفيها بلغ سعر صرف اليورو 1.24 دولارا والجنيه الاسترليني 1.58 دولارا، وعربيا بلغ سعر صرف الريال السعودي 26 دولار والدرهم الإماراتي 27 دولار والجنيه المصري 1398 دولار. ختام جولتنا في عالم المال والأعمال، شكرا لكم. فاصل قصير وسريع. بعد الفاصل برنامج تلفزيوني ناجح في ورشة. طبعا بصفتي حاصلة على الكثير من الميداليات الرياضية هسمح لك تتكلمي عني. انا بشيلها عندي كمان في شنطة السيارة من كثرة قاسينا. اسمح لك تتكلمي عني في الفقرة. نطلع نشوف اخر اخبار الجولة الرياضية، ومحمد بليز ركز على اخبار سينار في التنس اكيد، يعني اخبارك تفرض نفسها. أخبار الرياضة، أهلا بكم. تنطلق اليوم فعاليات بطولة كأس الخليج 22 والتي تستضيفها السعودية بدءا من اليوم وحتى 26 من الشهر الجاري، وذلك بمشاركة 8 دول تقسم على مجموعتين، وتستضيف مدينة الرياض فعاليات البطولة. رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 3 لاعبين عرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية في العام الجاري، وهم المهاجم السعودي ناصر الشمراني لاعب الهلال السعودي، إسماعيل أحمد لاعب العين الإماراتي، والقطري خلفان إبراهيم لاعب السد الذي سبق له الفوز بالجائزة في عام 2006. سيتم تحديد وجهة الجائزة في مانيلا عاصمة الفلبين، وذلك على هامش الاحتفال بالذكرى رقم 60 لتأسيس الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية في يوم 30 نوفمبر. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن المرشحين لجائزة لاعب العام الإفريقي لعام 2014 ولاعب العام الإفريقي داخل أفريقيا لعام 2014. سيتم تحديد الفائزين في الفئتين بتصويت مدربي ومدير الاتحادات الوطنية الأعضاء في الكاف، ويقام حفل توزيع الجوائز يوم الخميس 8 يناير لعام 2015 في لاغوس بنيجيريا. الإيفواري يايا توري توج بلقب لاعب العام الإفريقي في السنوات الثلاث كانت الأخيرة، بينما كان المصري النجم محمد أبو تريكة هو لاعب العام الإفريقي داخل أفريقيا في العام الماضي. انطلق معسكر المنتخب التونسي لكرة القدم استعدادا لمباراة الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة القدم، والتي ستجمعه مع بوتسوانا يوم الجمعة القادمة بمدينة جابرون.
وسيجري نسور قرطاج حصة تدريبية ينتظر أن تشهد مشاركة كل اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة من قبل المدير الفني جورج ليكنز، باستثناء وهبي الخزري الذي سيكون محروما من المشاركة في لقاء الجمعة بسبب تلقيه لإنذارين. يذكر أن المنتخب التونسي يكفيه التعادل مع بوتسوانا ليضمن التأهل بصفة رسمية إلى النهائيات الأفريقية. ضم الألماني يورغن كلينسمان المدير الفني للمنتخب الأمريكي 25 لاعبا إلى قائمة فريقه استعدادا لمباراتيه الوديتين الأخيرتين لهذا العام أمام كل من كولومبيا وأيرلندا يومي الخميس والثلاثاء المقبلين على الترتيب. تميزت قائمة المدير الفني الألماني بالجمع بين اللاعبين الشباب والمخضرمين، وقال كلينسمان الذي يستعد لقيادة الفريق الأمريكي خلال منافسات بطولة كأس الذهب لدول الكونكاكاف العام المقبل في بيان له قال: في هاتين المباراتين نرغب في أن يكون لاعبون القدامى بمثابة مرشدين ومعلمين للاعبين الشباب داخل وخارج الملعب، وأن يستفيد اللاعبون الصغار من هذه الفرصة في تنمية خبراتهم. هذه المواجهات ستحدد طريقة العمل في عام 2015. أصبحت الجماهير الألمانية على موعد جديد مع الاستمتاع بحصول منتخب بلادها على لقب كأس العالم لكرة القدم في بلاد السامبا لعام 2014، وذلك عند عرض فيلم بعنوان فريق الماكينات الذي يعرض صورا للمنتخب الألماني ويحكي قصة العلاقات الشخصية لعناصر الفريق خلال المونديال. وسيعرض الفيلم الوثائقي في دور السينما الألمانية اليوم، ويتناول خلال 90 دقيقة تفاصيل لم تنشر من قبل عن مشوار الماكينات الألمانية خلال مونديال بلاد السامبا. إلى اللقاء. وأخيرا عرفوا السبب الغباء. يعني طلع في شريحة ناقصة. في مخلوق غريب متطفل داخل علينا. في فيروس هو اللي ممكن يتسبب في غباء الإنسان. يعني ممكن نتعرف على ده طبعا في يا ترى ايش يكون اسم الفيروس نفسه، حتى يكون اسمه غبي، هتلاقي اسمه غبي غبي صح غبي منه فيه وجهاز استشعار يمكن ارتدائه في الاذن لتتبع النظام الغذائي. واكبر شجره كريسمس في العالم تضاء في هذا العام ان شاء الله. نشوف عثر علماء أمريكيون على فيروس يؤثر سلبا على القدرة المعرفية للإنسان، وذلك أثناء دراسة لهم عن الجراثيم التي تعيش في عنق الإنسان، حيث وجد الباحثون فيروسا على هيئة حمض نووي يشبه الحمض الذي يصيب أعشاب البحر الخضراء. هذا الفيروس لديه تأثير كبير على جسم الإنسان خاصة قدرته المعرفية، وتم الكشف عن هذا الفيروس المذكور لدى 40 شخصا من بين 90 متطوعا، حيث فشل أولئك الذين حملوا الفيروس في الاختبارات الخاصة بسرعة ودقة الرد، وانخفضت نتائجهم مقارنة بالذين لم يحملوا الفيروس. صمم فريق من الباحثين من جامعة ألاباما سماعات ذكية يرتديها المستخدم لمراقبة عاداته الغذائية وكمية الطعام التي يتناولها، بالإضافة إلى السعرات الحرارية التي يحصل عليها يوميا. تحمل هذه السماعات اسم Automatic Ingestion Monitor، وصممت هذه السماعات خصيصا للمساعدة على فقدان الوزن وتحسين صحة مرتديها، بالإضافة إلى مساعدة الأطباء المختصين في مراقبة ومعرفة عادات أكل مرتديها. تضاء من جديد هذا العام أكبر شجرة عيد ميلاد للكريسمس في العالم بهولندا، حيث تمكن القائمون عليها من جمع 65 ألف يورو لإنارة ساري الإضاءة، والذي يصل ارتفاعه إلى 372 مترا، ويتم تجهيزها حاليا بكابلات عملاقة لتوزيع الإضاءة على الساري الخاص بها ليمكن رؤيتها على بعد 30 كيلو مترا. ومن المقرر أن تضاء في 13 من ديسمبر، ويتم إطفاؤها في 7 من يناير المقبل.
فشل الأطباء في إحدى المستشفيات بولاية فلوريدا الأمريكية في إيجاد تفسير علمي لعودة سيدة للحياة رغم توقف قلبها لمدة 45 دقيقة إثر عملية ولادة قيصرية. كانت هذه السيدة قد عانت بعد ولادة طفلتها من حالة طبية نادرة تسببت في إيقاف الدورة الدموية، وأوشك الأطباء على إعلان وفاتها واستدعوا والدتها وزوجها وأختها لإبلاغهم بالحالة وفشلهم في إنعاش القلب، وذلك قبل أن يعاود القلب النبض بصورة مفاجئة بعد 45 دقيقة. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الصين قصة مبرمج كمبيوتر حاول استغلال عيد يوم العزاب الصيني للتقدم لطلب يد حبيبته بطريقة غير تقليدية، ولكن النهاية لم تكن كما يريد، حيث قدم الشاب لحبيبته هدية عبارة عن 99 هاتف آيفون 6 قام برصها على شكل قلب سعيا منه لإقناعها بالموافقة على طلبه بالزواج منها، لكنها رفضت طلبه. ورصدت المواقع الصينية سعر الهواتف التي اشتراها المبرمج الشاب الذي يقطن مدينة غوانغو، وبلغت قيمتها 82 ألف دولار تقريبا. أنت الشجرة، شجرة الكريسماس حبيبتي، أنت حبيبة. الشجرة يا حبيبتي وسأعلق عليك كل البلاوي السوداء طبعا عشان اليومين دول فعلا في الاستعدادات على قدم وساق في العالم كله للاحتفال بأعياد الميلاد وشجرة الكريسماس. شوفي بمناسبتنا أنت قريبة مني، احنا ساكنين أنا وسينار على فكرة قريبين من بعض، فممكن في الفاصل السكني نعمل شجرة الكريسماس وتبقى أكبر شجرة من بتاعة هولندا الصباح مساء أو للغد قناة الغد العربي، وبعدها حاجة صغيرة كده صباح مساء. سينار سعيد وأسمر راجح يا رب. طبعا استثمار النجاح هو ده استثمار للنجاح. اتفضلي. انه احيانا لما وده بنشوفه على فكرة عندنا، لو هتمشي في الشوارع هتلاقي كافيتريات وحاجات كده بأسماء برامج التلفزيون النجاح. في نيجيريا برضو استغلوا الموضوع ده، في بس مش كافي شوب ولا حاجة كده ممكن الناس تقعد عليها، لا في ورشة استغلوا فعلا اسم برنامج ناجح، ويعني حاولوا ان هم ياخدوا الاسم التجاري. خلينا نشوف. في احد الاحياء الشعبية بليغوس العاصمة التجارية لنيجيريا تقف هذه الورشة الخاصة التي تقدم خدماتها للعملاء بتحويل سيارتهم القديمة المتهالكة الى وحدات جديدة متأنقة. إذا نظرت إليها الآن فلن تجد شيئا، هذه السيارة مثلا ستحصل على أفضل تجهيز داخلي يتميز بالفخامة، وسوف يظهر ذلك في المقاعد الجلدية والثلاجة وشاشة التلفزيون المسطحة ومشغل DVD. ويعد اقتناء السيارات من عناصر التباهي لدى الأثرياء في نيجيريا، عوائد النفط في أكبر دولة إفريقية منتجة له زادت من أعداد المليونيرات على مدى العقود القليلة الماضية، والطبقة المتوسطة تشكل حاليا 23% من السكان. حينما بدأت في عام 2007 لم يكن لدى الناس تصور بشأن ما سأفعله، لذا بدأت بسيارتي. تسأل حينها كيف ستحول السيارة من شكل إلى آخر من BM إلى مرسيدس. لدي الخبرة في ذلك، تدربت على الميكانيكا في هولندا وألمانيا كما عملت في السعودية ومصر وماليزيا من قبل. حقق رشيد نجاحا، إلا أنه ما زال يتذكر صعوبات البداية خاصة في توفير رأس المال. بدأ المشروع ب 24 ألف دولار حتى وصلت قيمته حاليا إلى 3 ملايين، كما يبلغ الحد الأدنى لما يدفعه العامل الواحد 6000 دولار. الورشة تعمل بأقصى طاقتها على 10 سيارات في الشهر الواحد، وتعتمد في قطع غيار المركبات والدهانات المختلفة على واردات من أوروبا. استثمار النجاح. واحنا قريبه نعمل ان شاء الله صباح مساء. ايش فين نعملها؟ هنعمل ورشه برضه اسمها صباح مساء. لا نخلي حد ياخد مننا براند صباح مساء. ونعمل حاجه ورشه انتاج نجاح. انا عايزاكي بقى تفكري المشروع، ايه نوع المشروع اللي ممكن نعمله عشان يبقى اسمه صباح مساء؟ لازم حاجه شيك قوي. شلدات المايك هنبيع الشلدات حق المايك عشان دايما فيها مشاكل عند كل الناس. برضه ميديا برضه هتعملي مشروع متعلق بالميديا قلبا وقالبا. لا خلينا افكر فعلا كده كام يوم كده او كام سنه بتشوفوا نعمل بيجي فور فكر نعمل صباح مساء ده يليق على ايه؟
وبرضه منتظرين اقتراحاتكم. اكيد كده طبعا نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. اول ما تشوفونا بدانا نضحك وكده اعرفوا ان احنا جربنا على نهايه الحلقه. يعني ثقافه التلامذه. الفيروس الفيروس بيدخل للاخر. ثقافه التلامذه اللي بيتبصوا بس مع نهايه اليوم. لكن احنا طبعا بنستمتع طول الوقت احنا بنلتقي بحضراتكم وبنستمتع اكثر بكل تعليقاتكم طبعا على صفحه صباح مساء على الفيسبوك. نتمنى منكم التواصل واي جديد على الرحب والسعه. الى اللقاء.